نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رفع الله درجتكم وجمعنا بكم في جنات النعيم. آمين. ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بالتقريب بين الأديان؟ كان يكون هناك اجتماع بين المسلمين والنصارى لمحاولة تقوية الروابط بينهم أو بين المسلمين السنة والرافضة، جزاك الله. أرى بارك الله فيك أنه لا يجوز إطلاقا أن نقر بأن النصارى على دين أو أن اليهود على دين، كلهم لا دين لهم، لأن دينهم منسوخ. لماذا؟ بدين الإسلام. فكوننا نقول الأديان ما نقر بهذا أبدا، نقول ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء، والدين دين الإسلام كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا كان كذلك، فهل يمكن أن نقارب بين حق وبين منسوخ؟ لا يمكن. وما ذاك إلا مداهنة، كما قال عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. نعم، إذا كان هناك مقاربة خاصة محدودة بين شخص وآخر لأجل أن يدعوه إلى دين الإسلام، هذا شيء آخر. لكن أما أن نداهن ونقول أنتم يا أهل اليهود على دين وأنتم النصارى على دين ونحن على دين من فضلك، والأديان كلها سماوية، ما يجوز هذا. أولا، التوراة التي بيد اليهود والإنجيل بيد النصارى محرف ومبدل ومغير، فهو ليس على ما جاء به الرسل. ثانيا، أنه لو فرض أنه على ما جاء به الرسل 100% فهو منسوخ. والذي يحكم بالأديان ويشرعها من؟ الله الخالق عز وجل. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. انتهى. وظائف دين اليهود دين النصارى انتهت، ولا قيام لها أبدا. أفهمت؟ أما بالنسبة للشيعة والسنة، فكل منهم يقول أنه مسلم، ولكن يجب أن يوزن ذلك بميزان الحق، وينظر هل الخلاف بينهم كالخلاف بين الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك وسفيان الثوري وغيره، أو هو خلاف جذري في العقيدة. إن كان الثاني فلا بد أن يدعى هؤلاء إلى دين الإسلام ويبين لهم منهم على ضرر. ولا يمكن أن نقارب بين الإسلام وبين ما ليس بإسلام، هذا لا يمكن. ولذلك أنا أرى أنه يجب على علماء أهل السنة أن يدعوا إلى السنة دون أن يهاجموا بذكر بطلان مذهب الرافضة مثلا الذين يسمون أنفسهم شيعة، ما نهاجم، لأن الإنسان مهما كان إذا كان له مبدأ وهوجم نفر وأبعد. لكن تبين السنة وتبين فضائل الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون أبو بكر عمر عثمان وعلي، وإذا بين الحق فالنفوس مجبولة على قبول الحق. لكن الذي يضر الناس الآن المهاجمة، وهذا غلط ليس من الحكمة. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة المشركين واجب، لكن لا نسبه، لأنهم إذا سببنا آلهتهم وهي باطلة سبوا إلهنا وهو حق. كذلك الآن الدعوة، أنا لا أحب من الدعاة أن يهاجم، لا أحب أن يبين الحق، وإذا بان الحق فالنفوس مجبولة على قبوله. نعم.